محتوى الليكتشرز تبعنا انه راح اتكلم مقدمة عن تطهير الايدي، عدد المعايير المستخدمة بالتقييم، وطريقة تقييم برنامج تطهير الايدي بالمنشآت. زي ما قلت لكم، انا تطهير الايدي هو عبارة عن هاند واشينج اند هاند رابينج، وبلس انه يكون في باراجرام لملاحظة الهاند هيجين، معدل التزام تطهير الايدي من خلال الممارسين الصحيين. كم عندنا معيار في الأودت المستخدمة في المراكز؟ عندنا 6 معايير، 6، وعدد بسيط، ولكن مهم إن إحنا ندخل في تفاصيلهم أكثر. المعيار الأول هو توفر سياسة واضحة تشرح نظافة الأيدي. كيف؟ يعني إن أنا أشوف ديكومنت، كتاب واضح قدامي إنه مكتوبة سياسة توضح لي اللي هو بوليسيز نظافة الأيدي. كيف بعد؟ إنه أنا أسأل الممارس إنه هل عندك سياسة واضحة عن الهاند هيجين أو نظافة الأيدي؟ إذا فتحت الكتاب أو المرجع، أشوف المرجع إذا هو جديد، محدث، موقع من الميديكال دايركتور ومعتمد، والمرجع حقي كمان جديد ويكون يتبع المعايير اللي التشريعية اللي احنا نتبع لها، هي وزارة الصحة او CDC او WHO. فالرفرنس تبعنا مهم ان احنا حتى نطلع عليه. يعني اذا انا سألتهم عن وين السياسة، اطلع على السياسة كدوكومنت، أشوفه كورقي أو كتاب قدامي، وبرضو أسألهم عن الكتاب، وين هذا الكتاب، ممكن توريني إياه، وأطلع عليه وأشوف التفاصيل الموجودة داخل الكتاب. المعيار الثاني أنه يتم مراقبة معدل الالتزام بالممارسين الصحيين لنظافة اليدين بشكل منتظم، ويتم مناقشة النتائج في اجتماعات لجنة مكافحة العدوى لاتخاذ الإجراءات الصحيحة. كيف يعني مراقبة معدل الالتزام؟ يعني يكون في أشخاص مسؤولين عن تسجيل الالتزام الممارسين بتطهير الأيدي. زي ما أنا قلت لكم إنه هو الهاند هيجين هو عبارة عن ستيبس، إنه يعمل هاند راب وهاند واش، ولكن الهاند راب والهاند واش هذه تكون في بناء على لحظات. يعني إذا كان الممارس عم ماشي بالسيب وعمل هاند راب ما قدامه بيشنت، ما تعتبر هذه ان انت راقبته وسجلت هو ملتزم بتنظيف يده او لا. احنا نراقبهم في محيط المريض، يعني اذا كان هو موجود في محيط المريض في البيشنت زون نسميها، هنا اسجل انه هو ملتزم وعمل هاند راب قبل ملامسة المريض، بعد ملامسة المريض، بعد ملامسة سواء المريض، بعد ملامسة سطح الأسطح اللي حوالين المريض. هنا أنا أقدر أقول إنه هو التزم بتطهير اليد، وهنا أسجلها في لها سياسة معينة وبرنامج خاص معين. فأنا لما أسألهم هل تعملون مراقبة لمعدل الالتزام الممارسين الصحيين، أشوف الكالكوليشن هذه الكولكشن للداتا، إن عندهم في الوقت الفلاني راحوا القسم الفلاني وقيموا الأشخاص الفلانيين، فلازم يكون في دوكومنت واضحة توضح لنا أنهم سجلوا البيانات هذه. وكمان أخليهم يوروني البيانات هذه، هل أخذت جمعت، ناقشوها مع المدير الطبي، مع مدير المستشفى، وهل هم يعطون فيدباك إلى الممارسين الصحيين أنهم ملتزمين أو لا. واضح؟ إذا أحد عنده سؤال نهاية الليكتشرز راح نتناقش. المعيار الثالث هو محلول الدلك الكحولي للأيدي يتوفر في أماكن تقديم الرعاية الطبية حسب السياسات المتبعة بالمنشأة. فهذه حطينا لها O، يعني observation، يعني أنا أقدر أشوفه لما أدخل المنشأة دايركت، راح أشوفه قدام عيني إنه في الكحول ديسبنسر اللي ناخذ منه الكحول لنعمل غسيل، اللي هي ضخ الكحول. وغالبا المفروض المكان الصحيح تكون ترى بالعين وسهلة الوصول لها، فلازم انا اشوفها قدام عيني واقدر اوصل لها، فما احطها ورا سرير المريض يعني وما اقدر اوصل لها،
خليها على سرير مريض ولكن سهلة الوصول، أو عند مدخل اللي هو مدخل البيشنت المنومين، أو عند مداخل العيادات أو الديبارتمنت الأقسام. مثل هذه الصورة بالضبط، اللي ورا الستارة dispenser number 2 هنا ورا الستارة، فأنا ما أقدر أوصل له، فهنا ما يعتبر أنه هو بالمكان الصحيح. فإذا أنا رحت قيمت المنشأة وكان هو ورا الستارة وما هو سهل الوصول، ما أعطيهم أن هو موجود وهو يقدر ياخذ فول مارك، ممكن أعطيه الهاف مارك موجود ولكن ما أقدر أوصل له. فالصورة نمبر 1 الديسبنسر نمبر 1 هو قدام عيني، أقدر أوصل له وسهل الوصول له، هنا أعطيهم أنه فول مارك. هنا موجود في مداخل العيادات، مداخل الغرف، وعند مثلا الـ entrance of department أو قسم مثلا لله، فهنا مكانه صحيح وجيد، في اللي يسمونها nurse station أو الـ healthcare worker station. المعيار الرابع أن توفر المحلول الدلك الكحولي بمدخل المنشأة، ويتم توجيه جميع العاملين والزوار إلى ممارسة تطهير الأيدي عند المرور والدخول من الباب. يعني أنا دخلت بمدخل الطوارئ لازم أكون شايفة الديسبنسر قدامي، وبرضو أن أشوف الممارس الصحي يطلب مني أن before I go in then أو أدخل داخل قسم الطوارئ أني يعطيني طريقتي الطريقة أنه يقول لي لازم تغسل يدك. فمهم انه يكون مثلا في ستيشن بسيطه يكون فيها الكحول، ويطلب من الزوار انهم يعملون تطهير اليد عند دخول الباب. وهذه بالنظر، عشان كذا احنا حاطين لها او يعني observation. المعيار الخامس أن توفر مستلزمات غسيل الأيدي اللي هو صابون سائل، مناديل تجفيف ورقية على أحواض غسيل الأيدي من المنشأة التي تم استخدامها من قبل ممارسين صحيين. وين؟ يعني فوق السنك أو فوق المغسلة لازم يكون في صابون معتمد من وزارة الصحة، لازم تكون في مناديل لتجفيف اليدين بعد غسيل اليدين. وهذه بالنظر، أنا إذا دخلت مثلا إلى غرفة المريض لازم أشوف إن في مغسلة واضحة قدامي وتوفر فيها جميع المنتجات اللي مثلا صابون والمناديل. المعيار السادس والأخير هو توفر لوحات إرشادية واضحة تحث العاملين الصحيين على ممارسة غسيل وتطهير الأيدي بالطريقة الصحيحة مع توضيح أهمية ذلك. إذا أنا لما أروح عند المغسلة بأغسل يدي لازم يكون في فوقها بوستر أو إرشادات واضحة جيداً سهلة، تكون باللغتين مختلفتين باللغة العربية والإنجليزية، عشان توضح لي طريقة تطهير اليدين. فمهم أن تكون هذه الـ instruction of hand washing and hand rub موجودة مثلاً فوق المغاسل أو عند الأماكن اللي فيها dispenser الكحول، أو مثلاً بالقرب من الـ patient zone. لازم تكون واضحة وأشوفها بالنظر، كبيرة ما هي صغيرة، بطريقة جيدة ما هي ورق، تكون بطريقة ما تجمع لي اللي هي جراثيم ولا تجمع لي البكتيريا. فلازم ما تكون بيبر، لازم تكون بطريقة معتمدة من وزارة الصحة.